مزيان حتى مزيان نتايا انا جاي على الدين هنا يستحسن ديرها هنا في الشاشة الخلفية لصقها هنا اللور وتكتفي فقط بالبطاقة الوطنية توريها لنا باش نشوفوا ديك المعلومات اللي عندك في البطاقة واش كتنطابق مع الاستمارة فهمنا مرة أخرى ما احتاجش كاع حتى الدجاج ما تنزلوش مي غادي تلصق ديك الاستمارة هنا في الشاشة الخلفية غادي تورينا غير البطاقة الوطنية خلف الدجاجة ديالك ما احتاجش تنزلها حماية لينا وليك سهل علينا المسؤولية ديالنا فهمنا سيدي السلام عليكم الوثيقة اللي عطاتك السلطات المحلية غادي تحاول تكتب عليها تنقص ايوا تلصقها هنا لا تلصقها اللور عند الدجاج اللي عندك ما تكملش وغادي هذيك الاستمارة غادي تلصقها الفوق خلف ديال الدجاج اللي عندك هنا وتكتفي فقط انك تورينا البطاقة اي نقطة ديال المراقبة مشيتي ليها وقطعتي المراقبة من طرف السلطات والقوات العمومية فقط انك تولينا غير البطاقة الوطنية باش نشوفوها واش مطابقة مع الوثيقة اللي عندك السلام عليكم.